السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف أمير وصفتنا لنا اليوم راح تكون عبارة عن بطاطا مقلية على طريقة المطاعم يعني احنا السر اللي يستعملوه أصحاب المطاعم باش البطاطا تاعكم يعني تجيكم مقرمشة وتبقى مقرمشة لوقت أطول كما شفتوا يعني راح تكون مقرمشة من برا وفرغة من داخل وبزاف بنينة وماشي مزيتة راح نرافقوها أيضا بثلاث أنواع من الصلصات يعني هذه الصلصات مناسبين جدا لعيد أضحى المبارك تقدروا أنكم يعني ترافقوهم مع المشاوي ولا مع اللحوم ولا مع الملفوف يعني كما تحبوا اذا بدون اطاله نخليكم تشاهدوا هذه الوصفه وما تنساوش انكم تضغطوا على زر اللايك تشجيعا لنا والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس هكذا يعني باش لكم كامل الوصفات وفي التعليقات نتمنى انكم يعني تكتبوا لي واش راح نطيبوا في اليوم الاول واليوم الثاني تاع العيد راح نقرا كامل تعليقاتكم ان شاء الله ونجاوب عليهم اذا نبداو بسم الله على بركه الله في طريقه التحضير فاول حاجه بديت بها يعني حكمت سبع حبات بطاطا حجم متوسط اغسلتهم جيدا من هذيك التربه اللي كانت فيهم ومن بعد قشرتهم ودرتهم في الماء ومن بعد هنا نحكم يعني في الحبه تاع البطاطا ونقطع فيهم على شكل اصابع بهذه الطريقه كما راكم تشاهدوا يعني من الافضل انه الاصابع تاع البطاطا يكونوا عندهم نفس الحجم هكذا يعني باش يطيبوا لكم كامل كيف كيف ويدوا لكم لون موحد اذا راح نكمل نقطع كامل الحبات تاع البطاطا بنفس الطريقه ونديرهم في هذا الاناء هذاك الاناء يعني راه فيه ماء عادي الحنفيه نحطهم فيه يعني حتى نكمل كامل الكميه ومن بعد راح نصفي البطاطا كيما راكم تشوفوا من هذا الماء والاناء نعاود نعمر فيه ماء من الثلاجه يعني ماء بارد جدا ونعاود ننقع فيه البطاطا بهذه الطريقه ومن بعد راح نجيب نص كاس تاع خل ابيض ولا خل عادي ولا يعني الخل اللي متوفر عندكم في المنزل ضيفوا نص كاس كامل او حوالي 100 ملل تاع خل ابيض لهذيك البطاطا نخلطوها جيدا ونخلوها ترتاح لمده نصف ساعه كامله في هذا الوقت راح نبداو نحضروا في الصلصات اللي شفتوهم في البدايه تاع الفيديو يعني صلصات بزاف هايلين كما قلت لكم تقدروا انكم توالموهم مع اللحوم ولا مع المشاوي ولا يعني مع الدجاج ايضا راح يعطيكم بنه بزاف هايله اذا كما راكم تشاهدوا عندي ثلاث انواع تاع الصلصات يعني كامل مخدومين بالمايونيز وراح نضيف لهم بعض الاضافات ونتحصلوا يعني على صلصات متنوعه فراح نبداو بالصلصه الاولى واش راح نحتاجوا فيها نحتاجوا فيها اربع ملاعق كبيره تاع مايونيز تقدروا انكم تحضروها في المنزل كما تقدروا يعني انكم تستعملوا المايونيز تاع المحلات راح نضيف عليها ملعقه صغيره تاع ثوم مبشور ولا فصه تاع ثوم كامله تكون مبشوره وراح نضيف ايضا ملعقه كبيره تاع معدنوس يعني هذه الصلصه راح تكون فيها بنه بزاف خاصه يعني كما نعرفه الخليط تاع المعدنوس مع الثوم راح يعطي بنه بزاف هايله ومن بعد راح نضيف لها ملعقه صغيره عصير الليمون ونخلط يعني هذه المكونات جيدا كما راكم تشوفوا ونكونوا يعني تحصلنا على الصلصه الاولى اللي هي صلصه التوم اللي راح تكون بزاف هايله فننصحكم انكم تجربوها دروك راح نمروا مباشره للصلصه الثانيه راح تكون خليط ما بين المايونيز والكاتشب راح تكون بزاف بنينه هذه ايضا اذا راح نحتاجوا فيها اربع ملاعق كبيره تاع مايونيز راح نضيف لها ملعقتين تاع كاتشب وراح نضيفوا ايضا ملعقه صغيره تاع حار ولا تاع هريسه حاره راح نضيفوا ايضا ملعقه صغيره تاع عصير الليمون كما راكم تشوفوا يعني في كامل الصلصه ضفنا ملعقه صغيره تاع عصير الليمون هكذا يعني باش على حموضه اللي تكون بزاف بنينه خاصه يعني كما قلت لكم اذا رافقتوها مع اللحوم ولا مع الدجاج راح نضيفوا ايضا ملعقه كبيره تاع معدنوس وراح نضيفوا ايضا ملعقه صغيره تاع ثوم آه يعني مسكرفج ولا مطحون تقدروا انكم تعوضوها بنصف ملعقه صغيره تاع ثوم بودره نخلط يعني هذه المكونات جيدا والصلصه الثانيه راهي واجده يعني صدقوني هذه الصلصه تجي بزاف هايله بالنسبه للملح يعني تقدروا انكم تذوقوا الصلصه تاعكم اذا شفتوها يعني كانت ناقصه في في الملوحيه تقدروا انكم يعني تزيدوا لها كميه صغيره فقط تاع ملح يعني الملح انتم تتحكموا فيه دروك نمروا للصلصة الأخيرة واللي يعني نعرفها كامل اللي هي صوص ألجيريان ولا الصلصة الجزائرية إذا راح نحتاجوا فيها أيضا أربع ملاعق كبيرة تاع مايونيز راح نضيفوا نصف ملعقة تاع طماطم مصبرة يعني راح تعطيكم ذوق بزاف هايل وراح نضيفوا أيضا نصف ملعقة تاع حار ولا تاع هريسة حارة تقدروا أنكم تستغنوا عليها لكن يعني من الأفضل أنكم تضيفوها راح نضيفوا أيضا كما شفتوا نص حبة تاع بصل اللي تكون مقطعة إلى قطع صغيرة وراح نضيفوا أيضا يعني نصف ملعقة صغيرة تاع فلفل أسود نديرو يعني قرصه تاع ملح ونضيفوا ملعقه صغيره تاع ثوم مبشور اللي تقدروا انكم تعوضوه بالتوم البودره ونخلطوا هذه المكونات جيدا ويعني تحصلنا على صلصة الجزائريه ولا صوص الجريان يعني احسن من المحلات هذه الصلصات يعني كما قلت لكم ننصحكم انكم تجربوهم لانه البنه تاعهم بزاف هايله انا يعني كنت رافقتهم مع البطاطا المقليه يعني كملوا في نهارهم يعني بزاف بنان بزاف هايلين دروك بعد مرور نصف ساعه راح نولي البطاطا اللي كنا يعني خليناها في هذاك الماء راح نصفيها كامل من هذاك الماء نصفيها جيدا طبعا ومن بعد راح نجيب يعني هذه الصفايه تاع السلطه كما راكم فيها ونزيد يعني نصفي هذيك البطاطا كامل من هذاك الماء يعني نزعوا منها كامل الكميه تاع الماء اللي تكون فيها كما راكم تشاهدوا هنا يعني الكمية تاع الماء كامل راحت منها وباش نضمنوا انه البطاطا تاعنا يعني نشفت جيدا لانه نسحقوها تكون ناشفه مليح راح نجيب هنايا طرشون ونزيد نشف البطاطا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه تقدروا انكم يعني تستعملوا الورق الماس اللي هو بابي اسويتو يعني راح تقدروا تنشفوها جيدا وبعد ما نكملوا ونشفوها راح نعاود نرجعها في هذاك الاناء اللي كنا يعني نشفناه ايضا من الماء يعني لازم البطاطا تاعكم تكون ناشفه والاناء ايضا يكون ناشف فاذا كنتوا حابين تتحصلوا على نفس القرمش شاك ما شفتوها في بداية على الفيديو فما عليكم جميع الخطوات بالتفصيل اذا في الاخير راح نجيب ملعقتين كبيرتين يكونوا معمرين مليح تاع بودره النشاء ولا مايزينا يعني السر هنايا خاصكم يعني تخلطوا البطاطا جيدا كما راكم تشوفوا حتى كامل هذوك الاصابع تاع البطاطا يتغلفوا كامل بهذيك الكميه تاع النشاء اذا بعد ما نكملو نروحو مباشره نطيبو البطاطا تاعنا اذا في مقلات لازم يكون الزيت تاعها غازير يعني يكون معمر مليح وايضا يكون ساخن جدا يعني النار تكون متوسطه لكن الزيت يكون ساخن راح ندير هنايا هذوك الاصابع تاع البطاطا ونبدا نرمي فيهم بالحبه يعني هكذا باش ما يتلاصقوناش مع بعضهم وبعد ما يفوت يعني نصف الوقت تاع الطهي راح نحكم هنايا فرشيطه ونحاول يعني اني نبعد يعني الحبه تاع البطاطا على بعضهم كما قلت لكم يعني باش ما يتلاصقوش يعني بمهل فقط حاولوا انكم يعني تبعد هادو الحبة على البطاطا على بعضهم وهذه هي البطاطا تاعنا يعني بعد ما طابت كيما راكم تشوفوا الشكل تاعها جاب بزاف هي لون رائع جدا والحبات يعني راهم طايبين كامل كيف كيف اذا بعد ما طيب راحين نصفوها مليح من هذاك الزيت ومن بعد نديروها في صحن ونروحوا نملحوها انا دروك غادي نسكت غادي نخليكم تسمعوا الصوت تاع القرمشه تاع البطاطا يعني هكذا باش تعرفوا بلي الوصفه هذه ناجحه 100% وتجربوها عندكم في المنزل وتصوروها لي لي تطبيقاتكم في الجروب تاع الفيسبوك ولا في الانستغرام إذا إلى هنا وصلنا لنهاية الوصفة تاع اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم وإن شاء الله هذه الوصفة تكون فادتكم، إذا استفدتوا منها ما عليكم غير تبارتاجوها، تخلوا لي جيم لهذا الفيديو، أيضا تعليق مشجع، إذا أنا ما بقى لي غير نقول لكم عيد سعيد للجميع، عيد مبارك، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نتلقاو إن شاء الله في وصفات لاهي مر عيد الأضحى المبارك، إلى اللقاء.